يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح في تفسير قوله سبحانه وتعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية؟ وقوله سبحانه ربك، هل ربك هنا رجوعها إلى الجسد أي جسد صاحبها، أم هو على ظاهر الآية أن ربك هو خالقك؟ الآية تشمل الاثنين كما قلنا، ارجعي إلى ربك وارجعي أيضا إلى الجسم الذي خرجت منه. نعم.